والآن مشاهدينا نتابع الآن هذه المشاهد الحية من قطاع غزة، حيث يتم قصف قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي بصواريخ، كما نتابع الآن دوي هذه الصواريخ. المشهد طبعا منذ صباح اليوم، وهذا المشهد كما نتابعه شاشات في على كل الأخبار، يعني تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. المشهد إلى الآن مشهد ضبابي، سقوط قتلى وضحايا طبعا شهداء من الجانب الفلسطيني. حتى الآن أكثر من العديد من يعني الأعداد الذين قد استشهدوا من الجانب الفلسطيني، العديد من الإصابات أيضا في الجانب الإسرائيلي نتيجة هذه الانتهاكات، نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.